بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم جينا نتكلم على انعقاد الجمعية العامة الاتحادية لكرة القدم. التساؤلات المطروحة في هذه الجمعية وهو غياب الثلاثي السابق لرؤساء الاتحادية، أو بالأحرى 4 رؤساء اتحادية سابقين تغيبوا عن هذا الموعد، بما فيهم الأول اللي هو الحاج محمد روراوة، الثاني زاتشي، الثالث عمارة، والرابع زفيز. فيما يخص الحاج محمد روراوة، تعرفوا بلي عنده علاقة جيدة مع رئيس الاتحادية الحالي اللي هو صادي. يقولوا بلي دار عليه المجيء نظرا اللي عنده ارتباطات خارج الوطن، ويقولوا في الكواليس كانوا موجودين له تكريم خاص به. هذا أولا. أما غياب زطشي، ربما راهم يقولوا حضور مدان، ولكن مدان حضر باسم ممثل لشبيبة القبائل. فيما يخص عمارة، وهو رئيس مستقل، معناه ما عندهش الحق يكون حاضر في الجمعية العامة. نفجي بالنسبة لزفيزف، رئيس مستقل ما يكونش عنده الحق في حضور الجمعية العامة. شكرا.